يواصل مجلس الشيوخ جلسته لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وخلال جلسة اليوم وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفي مستهل الجلسة العامة أحال رئيس مجلس الشيوخ دراسة مقدمة من أحد الأعضاء بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر، المعوقات الأساسية والمحفزات لتعزيز المناخ الاستثماري إلى اللجان المختصة لدراستها والإضافة عليها لعرضها على المجلس في أقرب وقت. تعد تلك الدراسة بمثابة غرس في أرض الاقتصاد الوطني، فعلى السادة أعضاء المجلس عامة والسادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار خاصة الإسراع برعايته كي يؤتي ثماره الطيبة التي ننشدها جميعا بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة. وعليه فقد أحلت الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها والبناء عليها لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم يعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن. وخلال الجلسة وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة. أتوجه برضو للتحية للحكومة في حتة إن إحنا بدأنا دلوقتي نفكر في ترشيد النفقات، ودي حاجة يعني أنا شايفها نقطة إيجابية وبتمثل توجه قومي للدولة المصرية ان احنا ازاي نبتدي نشتغل على خطوات صحيحة نحو هذا. مشروع القانون معالي الرئيس بيأتي في ظل توجهات الدولة المصرية بترشيد النفقات، ويمكن اتمنى من جميع الوزارات واتمنى من الحكومة باعداد مشروع كامل متكامل لجميع الوزارات لترشيد النفقات، وخصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية اللي بيشهدها العالم كله. وفي ختام الجلسة رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 من نوفمبر الجاري.